من استوديو الأخبار إلى بلاطو النقاش الجزائر مباشر تحليل الخبر الوطني والخبر الدولي وتتابعنا في البرنامج نهار اليوم. في الحدث رئيس الجمهورية يشرف على مراسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا وتعليم المتوسط دورة جوان 2024. وفي الملف وتحسبا للموعد الانتخابي تحضيرات لوجستية متواصلة قبيل انطلاق الحملة الانتخابية وضوابط قانونية صارمة ضمانا للشفافية ونزاهة الرئاسية المقبلة. وفي دوليتنا السنوار خليفة لهنية واحتدام المواجهات العسكرية شمال فلسطين المحتلة بين حزب الله وجيش الكيان الصهيوني. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم متابعي القناة الثالثة الإخبارية إلى الجزائر مباشر. كما جاء في التقديم أشرف اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب على مراسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة الجوان 2024. مراسم الاحتفال حضرها رئيس مجلس الأمة، رئيس مجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والمستشار الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وأعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، إلى جانب ممثلين عن فعاليات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ المتفوقين. رئيس الجمهورية استهل التكريم بالفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا، ثم الناجحين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي، والمتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة، والأوائل من فئة ذوي الهمم. كما كرم السيد الرئيس المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط والمتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. لتحليل أوفى حول هذا الحدث أسعد باستضافة معي هنا في البلاطو البروفيسور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بكم أستاذ. أهلا بك سيد أحمد وتحية طيبة لك ولكل المشاهدين الكرام. شكرا على تلبية الدعوة، وأسعد باستضافة معي هنا في البلاطو كل من محمد أمين مقران الطالب المتفوق الأول في شهادة البكالوريا دورة جوان 2024، مرحبا بكم سيدي. شكرا على الاستضافة. شكرا على تلبيتها أيضا، وأسعد كثيرا باستضافة معي هنا في البلاطو الأخت شرقي هاجر الطالبة المتفوقة في شهادة البكالوريا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مرحبا بك شرقي. شرفني الحضور. شكرا على تلبيتي الدعوة أيضا. أبدأ تسمح لي أستاذ أبدأ بالطلبة المتفوقين اليوم على غير العادة. محمد أمين مقران، ياريت نتعرف عليك أكثر، من هو محمد أمين مقران؟ تلميذ مقران محمد أمين، متحصل على المرتبة الأولى في شهادة البكالوريا سنة 2024، نعم، بمعدل 19.62 شعبة رياضيات. ما شاء الله. متمدرس في ثانوية بكبير عبد القادر حجة ولاية تيبازا. ما شاء الله. هاجر نتعرفوا عليك. تلميذة شرقي هاجر المتمدرسة بثانوية المختلطة بدائرة مروانة ولاية بيتنا، المتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا في فئة ذوي الهمم بمعدل 17.87. ما شاء الله. محمد أمين، اليوم كان فيه تكريم
خاص من طرف السيدة الجمهورية لك أنت وللطلبة الآخرين المتفوقين، أنت المتحصل على أعلى معدل ما شاء الله عندنا في الجزائر، كيف جرى التكريم مقران؟ التكريم كان في أجواء وظروف بهيجة، طبيعة الحال كانت مناسبة جد سارة لي وللأهل ولجميع أسر التربوية الذين رافقونا في خلال هذا الحفل، مثلا مدير التربية لولاية بازان، وهكذا كانت مناسبة جد سارة وجد مفرحة. دائما السؤال يطرح نفسه مقران في مناسبات مثل هذه، شعور محمد أمين مقران وهو يقف أمام السيد رئيس الجمهورية؟ طبيعة الحال يكون شعور مليء بالفخر وبالاعتزاز، واليوم قد تمت الفرحة التي بدأت منذ إعلان حصول على المرتبة الأولى يوم إعلان نتائج البكالوريا. ما شاء الله. هاجر، تحدثوا الآن عن شعورك وأنت تكرمين من طرف السيد رئيس الجمهورية اليوم. أولا يعني كأي واحد من المكرمين أكيد راح يكون شعور بالسعادة، شعور بالفخر، وأنت تهدي هذه الفرحة لوالديك، الأهالي نتاك، تهدي هالمدينة نتاك، الثانوية نتاك، وتشرف يعني كان فخر لي أن يتشرف المنطقة نتاك. ما شاء الله ما شاء الله. بروفيسور إدريس عطية، تقليد هذه المرة سنة حميدة من طرف السيد رئيس الجمهورية تكريم المتفوقين، قراءتكم لهذا الحدث لنهار اليوم بروفيسور؟ أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية يحرص على جعل التعليم كنموذج تنموي وطني بالأساس، يرتبط باعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو أن السيد رئيس الجمهورية يرى أن مشاكل كل الشعوب وكل الدول تبدأ بالتعليم وتنتهي بالتعليم، وبالتالي هو اليوم هو يراهن على التعليم ويرى فيه أنه القطاع الأنسب الذي يستطيع أن يقدم الحلول اللازمة لدولتنا الوطنية. لكن من جهة أخرى، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أن الإصلاحات المتعلقة بالدولة كلها ينبغي أن تنطلق من التعليم، وهذا ما حدث خلال 5 سنوات الماضية من خلال التركيز على مجالين أساسيين، التركيز على البرامج التربوية من خلال تجويد العملية التعليمية والارتقاء بها، خاصة عندما نقارن أنفسنا بكبريات الدول أو النماذج التنموية في هذا المجال على رأسها الدول الآسيوية، أو نتحدث عن الاهتمام بالموارد البشرية والذي جعل السيد رئيس الجمهورية يعيد الاعتبار للمدرسين ماديا ومعنويا، ويعيد لهم قيمتهم الحقيقية داخل المجتمع الجزائري، وهذا يدخل في إطار فلسفة الدولة الرامية إلى تعزيز هذه الجهود. هذا يدفعنا لتسجيل ربما مجموعة من الطلبات وهي مسجلة اليوم بقوة وحاضرة بقوة في اهتمامات السيد رئيس الجمهورية. التعليم لم يعد مجرد قطاع، وإنما أصبح قضية أساسية مرتبطة بالأمن القومي للدولة الجزائرية، واليوم الرهان أيضا من خلال إيجاد كل الحلول والقضاء على كل التهديدات الأمنية مرتبطة بالتعليم، خاصة عندما نتحدث على مكافحة الإرهاب، مكافحة الانحراف، التجارة بالمخدرات، الجريمة المنظمة وغيرها المسائل، وبالتالي نعود إلى مشروع بناء الإنسان كونه يعزز الحضور الوطني ويعزز أيضا تمسك اللحمة الوطنية. لكن أيضا في نقطة ثانية ينبغي أن نشيد بالجهود التي يبذلها السيد رئيس الجمهورية، لأن هذا التكريم هو يعكس السياسة الرسمية للدولة الجزائرية، وبالتالي الاهتمام بالعلم وبأهل العلم وبصفوة المجتمع وبالنخبة من أبنائنا الطلبة ومن تلاميذنا، هذا يعزز هذا الحضور الرسمي والاهتمام الرسمي من طرف السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي من طرف مختلف السلطات العليا التي تجعل من التعليم كأساس، وبالتالي هو رد اعتبار للأسرة التربوية ككل أو للتعليم في كامل أطواره، سواء عندما نتحدث على التربية أو أيضا داخل الجامعة في أطوارها بطبيعة الحال الثلاثة. وهذا التوجه يؤكد دائما على أن مخرجات التعليم والسعي إلى تجويد التعليم بكل السبل أصبحت مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وهو رهاننا الوطني ورهاننا الأساسي في المرحلة القادمة. جيد. محمد أمين، تحصلت على معدل 19.62 في شعبة من الشعب التي دائما ما اعتبرت صعبة ودقيقة، هي شعبة الرياضيات. كيف كان التحضير؟ هل تحضيرك منذ الدخول إلى الثانوية كانت البكالوريا هدف، أم ربما في بداية السنة الثالثة ثانوي يعني ركزت وكان اهتمامك أكبر بهذا الهدف محمد أمين؟ هو التحضير لشهادة البكالوريا لم يكن بين ليلة وضحاها، لم يكن في السنة الثالثة ثانوي فقط طبيعة الحال،
ومن أجل الحصول على مثل هذه المعدل أو مثل هذه المرتبة يجب التحضير لسنوات، وقد بدأ هذا التحضير منذ سنوات المتوسطة. نعم، منذ سنوات المتوسطة الإنسان يجتهد ويسعى دوما لتحصيل المراتب الأولى وتحصيل المعدلات العليا، ثم في شهادة البكالوريا ستكون هذه المرتبة ولا هذا المعدل تحصيل حاصل فقط لهذا الاجتهاد. صحيح، هذا الاهتمام بالرياضيات كان منذ بداية المشوار الدراسي محمد أمين؟ نعم، الاهتمام بالرياضيات كان منذ بداية المشوار الدراسي، وقد ظهر بشكل واضح في السنة الرابعة متوسط أنا كانت بداية المشاركة تاعي في أولمبياد الرياضيات. ما شاء الله. هاجر، ما هو السر؟ دائما هناك من يقول إن العمل الدائم هو سر النجاح، لكن هل هناك أسرار أخرى لخلات اليوم هاجر شرقي تتوج بالمرتبة الأولى في ذوي الهمم؟ هاجر، أول سر من أسرار النجاح وهو التوكل على الله. الطالب لما يستعين بالله ويضعه بين عينيه أكيد سيوفقه دائما. بالمناسبة هناك عدة أسرار يعني تصنع الفوارق بين الناجح وغيره، يعني الجميع يجتهد في سنة البكالوريا ولكن دوما ما تظهر تفاوتات في المعدلات، وذلك لعدة أسباب. يمكن قول بأن أول سبب وهو الاستمتاع بالدراسة، يعني الطالب لما يحاول أنه يخلي الدراسة تكون شوية فيها متعة ما تجيش مملة يبغي يحاول يكمل. نعم. ولكن لما يعني تكون مملة ديما يتعب يحاول يعني يفشل بسرعة، وأكيد أي واحد راح يجيه الفشل. سبب آخر وهو يعني كين هما متقاربين كمفهومين وهو المقارنة والمنافسة. نعم. أنت كتشوف في الثانوية ولا في القسم تاك تشوف تلاميذ أفضل منك، كان اللي قارن روحه بهم يقولك بلي أنا مستحيل نوصل لهم. يعني بهذه الطريقة راح يفشل. ولكن التلميذ اللي يجعلهم هدف ليه بالنسبة إنه يتجاوزهم أكيد راح يعني حتى وما تجاوزهم راح يكون قرب ليه. ما شاء الله. وانت التحضير هل كان منذ بداية المشوار في الثانوية أم ربما حتى بداية السنة هاجر؟ بدأت تحضير لي عام بكالوريا يعني مع بداية الدخول الدراسة. عندما كنا قد بدأنا الدروس للقسم حاولت مواكبتها في ذلك الوقت، وذلك بعد أخذ الأساسيات من السنوات الماضية ومراجعتها. ما شاء الله هاجر، أستاذ فلسفة رائعة أعطتها لنا هاجر شرقي، قالت لك استمتع بما تعمل وأكيد ستنجح. هذه الفلسفة ربما نجدها أيضا في الإصلاحات التي قامت بها الدولة، وأنتم في الجامعة تشعرون بالإصلاحات التي وضعتها الدولة في المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية، لأن في الجامعة يقاس الطالب وتقاس إصلاحات الدولة أيضا بروفيسور. طبعا الحال الجامعة تعتبر دائما هي المختبر الأساسي. نعم. لدراسة إصلاحات الدولة ولمتابعة نشاطات الدولة على كل المستويات، والجامعة أيضا بتفرعاتها وباستيعابها لمختلف الاختصاصات، خاصة أن الجزائر تراهن على دخول الجامعة الجيل الرابع وحتى التحضير إلى الجيل الخامس، يجعل دائما الجامعة في قلب الاهتمامات الوطنية، ويجعل الجامعة هي القطرة الحقيقية التي تقود التنمية. لكن أيضا بفضل الإصلاحات الأخيرة للجامعة سواء من خلال المناهج التعليمية والتخصصات، خاصة الأكثر منها المرتبطة بسوق العمل، والتركيز دائما على أن تكون مخرجات الجامعة سواء من حيث المورد الإنساني أو من حيث أيضا الأبحاث العلمية تكون مرتبطة بالواقع ومرتبطة باهتماماتنا التنموية الوطنية ومرتبطة أيضا بالأمن القومي الجزائري في مختلف أبعاده، خاصة عندما نتحدث عن الأمن المائي، الأمن الغذائي، الأمن السبراني أو غيرها من أشكال الأمن. تجعل كل الجامعات وتجعل هذه التخصصات داخل الجامعات. نعم. منفتحة على بعضها البعض. أيضا السيد رئيس الجمهورية حرص كل الحرص أيضا على أن يعمل على تقوية الموارد البشري داخل الجامعة، سواء من خلال تعزيز النظام التعويضي الخاص بالأساتذة الجامعيين والاهتمام بالأسر التربوية. أيضا الإصلاحات الأخيرة التي مست الخدمات الجامعية اليوم أمام طلبتنا الأعزاء وهم أبناءنا وأبناء الأمة الجزائرية، ينبغي
أن يذهبوا الجامعة في ظل ظروف تكون مناسبة صحيح. داخل الإقامة الجامعية ومن خلال مختلف الجامعات، وهذا ربما مرتبط بتوجه السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالرقمنة وبالتالي تحسين الحياة الطلابية بكل سبل. المسألة الأخرى ربما التي يغفل عنها البعض هي مسألة اللغة. السيد رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الاهتمام باللغات الحية، والدليل على ذلك القطب الجامعي سيد عبد الله الذي يعتبر بالأساس مشروع للسيد رئيس الجمهورية، وهو يحرص عليه كل حرص ويسعى دائما إلى إخراج دائما أحسن طلبة، والتأكيد دائما على أن هذا يعني المجمع الجامعي أو هذا القطب الجامعي يحتضن النخبة صحيح. الوطنية في 5 مدارس أساسية: المدرسة العليا للأمن السيبراني، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة العليا للنانو تكنولوجي، المدرسة العليا للأنظمة المستقلة، المدرسة العليا للرياضيات، كلها تحتوي نخبنا الوطنية في الإطار العلمي والتكنولوجي. والدليل على ذلك أنه حتى التوجيهات الجامعية ونتائج البكالوريا كلها ارتبطت بالعلوم والتكنولوجيا بنسبة تزيد على 65%. هذا دون انتقاص من العلوم الإنسانية والاجتماعية، لأنه هناك تكامل معرفي وعلمي بين مختلف هذه التخصصات. لكن ممكن أستاذ أن نديروا فيها قراءة، لأنه بالأمس كان هنا في هذا المكان مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدثوا عن هذا التوجه الكبير نحو الشعب التكنولوجية والشعب الرياضية. هل يمكن نعطي قراءة فيه أستاذ؟ نعم، وهذا يدخل في إطار التحولات الإقليمية والعالمية، لأن الجزائر ليست معزولة على نفسها، وهناك اهتمام عالمي بالعلوم والتكنولوجيا إلى جانب الاختصاصات الدقيقة والمجالات المعرفية المطروحة، لأنه لم يكن هناك حديث عن الذكاء الصناعي في وقت سابق، وإنما ربما حتى نحن في العلوم السياسية أو في الإعلام الآلي كان حديث بشكل موجز بشكل دقيق، لكن اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة أصبح نهتم بكل هذه المجالات لم تكن ربما في وقت سابق. قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي مطروحة بحدتها بعد الأزمة كوفيد 2019، الأمن الصحي أو غيرها من المسائل تجعل طلبتها وتجعل المدرسة الجزائرية تحرص كل حرص على تخرج أبناء متكونين قادرين دائما على الدخول الجامعة وهم أقوياء، بمثل ما تحدث التلميذ والتلميذة. النجاح الذي كان في مرحلة الثانوية ينبغي أن يستمر ليكون صحيح. في الجامعة ويكونوا بنفس الوتيرة وبنفس الإصرار ليكونوا أيضا متميزين ويكون أيضا أبناء صالحين لهذا جيد. الوطن قادرين دائما على تشريف الجزائر في كل المجالات. جيد محمد أمين، نعرف جيدا أنه تم توجيهكم، توجيه الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا إلى تخصصات الجامعة. ما هو تخصص محمد أمين مقران؟ الذكاء الاصطناعي، مدرسة العليا الذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله. كان اختيارك قران؟ نعم، كان الاختيار الاول لي وحصلت عليه. يعني كان 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 كانت عندك فكره حول هذا الميدان، ميدان الذكاء الاصطناعي؟ هي بطبيعه العال كانت عندي فكره على هذا الميدان. نعم. وايضا كنت انا اختار بين احد التخصصين، سواء العلم الالي او الذكاء الاصطناعي. ولكن يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي هو أصلاً فرع من فروع العلم الآلي، صحيح. بالتالي فتخصص في الذكاء الاصطناعي يكون أفضل في رأيي أنا. جيد. هاجر، تخصص في الجامعة بحول الله؟ المدرسة العليا لعلوم النانو والنانو تكنولوجي. ما شاء الله ما شاء الله. عندك فكرة عليها هاجر؟ نعم. وكان واحد من اختياراتك يعني؟ كانت الرغبة الثانية. كانت الرغبة الثانية. ما شاء الله أستاذ، توجه نحو هذه المدارس، المدارس العليا، من كثرة طلب على المدارس يعني المعدل في بعض الشعب وصل حتى 19 من 20 في هذا العام. نعم، خاصة عندما نركز على المعدل الموزون، ووزارة التعليم العالي هي مشكورة فصلت في هذه المسألة، وحتى اليوم بفضل الرقمنة أصبح طالب أو النوفو باشولي يستطيع مباشرة أن يعرف رغبته ويعرف أيضا المعدل الموزون مقارنة بمعدل القبول الذي كان موجود بطريقة شفافة وبطريقة نزيهة، تعزز دائما مرئية الجامعة ومرئية القطاع في حد ذاته. نعم. بالنسبة للشباب الجزائريين، وحتى اليوم الحمد لله أصبحت الجامعة الجزائرية أو هذه الأقطاب محفزة لطلاب أجانب، لأنه نحن كأساتذة أحيانا ما توجه لنا تساؤلات حول كيفية التسجيل في الجزائر وغيرها، والجزائر بطبيعة الحال دائما ما تشجع الطلاب الأجانب، وحتى الإصلاحات الأخيرة داخل القطاع ركزت على استقطاب طلاب الأجانب العرب والأفارقة والأوروبيين أو غيرهم من الدول للتركيز على هذا العامل. لكن بطبيعة الحال اليوم القطب العلمي بسيدي عبد الله هو الذي يحظى بالأهمية، وسيد
السيد رئيس الجمهورية حرص على أن يكون خاص قطب خاص بالنخبة الوطنية، لأنه تقريبا المعدلات هي ما بين 17 و19، يعني أغلب هؤلاء طلبة مسجلين وبشكل مهم للغاية. يؤكد أول شيء على الترابط، حتى هذا القطب العلمي يخلق علاقات فيما بين الطلبة في حياتهم، ليس فقط في التخصص الواحد وإنما في مختلف التخصصات، لأنه كما تحدث محمد لمين الإعلام الآلي أو الرياضيات أو الذكاء الاصطناعي والعلوم السبراني كلها تنتمي إلى ميدان علمي واحد، مات انفورماتيكا يعني ميدان الرياضيات والإعلام الآلي نانو تكنولوجي والأنظمة المستقلة أيضا هي كتخصص تكنولوجيا مرتبطة مع بعضها البعض وليست بعيدة على الرياضيات والإعلام الآلي، وهذا ما يعزز دائما التكوين. مسألة اللغة ربما أعود إليها، السيد رئيس الجمهورية حرص على أن يكون التكوين باللغة الإنجليزية بطبيعة الحال، حتى في تاريخ التعليم في الجزائر كان هناك دائما صراع بين اللغة العربية كلغة وطنية وبين اللغة الفرنسية كلغة موروثة من طرف الاستعمار، لكن اليوم السيد رئيس الجمهورية هو يؤكد على التمسك باللغة الوطنية كونها هي رمز من رموز الأمة الوطنية ومكون أساسي للأمة الجزائرية، لكن أيضا الانفتاح على اللغات الحية، واللغة الإنجليزية هي لغة العلم والتكنولوجيا، وهذا أيضا يشكل قفزة نوعية للاهتمام العلمي ويشكل أيضا قفزة نوعية لمرئية الجامعات الوطنية خارج الوطن، والدليل على ذلك هو تحسن تصنيف الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي، وهذا يعود دائما إلى الاهتمام الباحثين الجزائريين باللغة الإنجليزية ونشرهم أبحاثهم باللغة الإنجليزية. جيد أستاذ، نتحدث عن ما بعد الجامعة لمثل هؤلاء المتفوقين، ما هي البيئة التي يجب أن تتوفر حتى نحافظ على هؤلاء وحتى نستغل مهاراتهم الخارقة إن صح التعبير؟ نعم، لأن الجزائر اتخذت قرار سيادي يمنع نزيف العقول، لأنه للأسف في أكثر من مرة كانوا أبناء الجزائر عندما ينجحون في البكالوريا أو حتى يحصلون على شهادة مهندس دولة أو غيرها من الشهادات العليا تم استقطابهم من مؤسسات أجنبية، وبالتالي أنه الجزائر تبذل مجهود لكن من يستفيد هو الآخر. الجزائر هي تريد أن توفر مناخ مهم جدا سواء من حيث الجانب التعليمي أو من حيث أيضا الجانب التوظيف، والدليل على ذلك اليوم أن كبريات مؤسساتنا الوطنية أصبحت مهتمة بالقطب العلمي سيدي عبد الله ومهتمة أيضا ببقية الجامعات، لأن القطب الوطنية موجودة في شرق البلاد وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها، وكل هؤلاء جزائريين وينبغي على مؤسساتنا الوطنية أن تستقطبهم. لكن كبريات الشركات عندما نتحدث على اتصال الجزائر، نتحدث على شركة سوناتراك، نتحدث أيضا حتى الشركات الدولية مثل شركة هواوي التي لها اتفاق مع المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، كلها تحفز ربما الشريك الأجنبي وتحفز أيضا المؤسسات الوطنية للاهتمام بتوظيف خريج المدرسة العليا وخريج الجامعات، خاصة أصحاب البصمة اللامعة الذين يشكلون دائما نواب الأمة، وبالتالي هؤلاء أيضا هم مطالبون في المستقبل بأن يكونوا أوفياء لهذا الوطن، أوفياء لتضحيات الجسام التي قامت بها الجزائر في حقهم، أوفياء لاهتمامات السيد رئيس الجمهورية الذي حرص على أن يكون تكوينهم على أعلى مستوى، وحذر لهم أيضا هذه المدارس العليا بأن تستوعبهم وتستقطبهم وتكونهم على أعلى مستوى، وبالتالي نكران جهود الدولة الجزائرية لا يمكن قبوله على أساس أن الدولة توفر كل شيء. وربما هنا سيد أحمد استسمحك لنركز على عام آخر هو مكسب وطني منذ الثورة التحريرية المتعلق بمجانية التعليم، وهذا ربما غير موجود في الكثير من الدول، لكن الجزائر الحمد لله هي تحرص على تعليم أبنائها على الأقل إلى سن 16 في مختلف الأطوار، لكن أيضا تعليم الجامعي الذي هو مجاني إلى جانب أيضا منح الجامعية الخدمات الجامعية النوعية التي تقدمها الدولة الجزائرية من حيث النقل، من حيث الإيواء، من حيث الإطعام وغيرها من الخدمات المرافقة، كل هذا يعزز المكاسب الوطنية في مجال التعليم سواء نتحدث على التربية والتعليم أو نتحدث على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. جيد محمد لمين، ربما واحد من الأسئلة المحورية لما أي أحد ينجز إنجازا كبيرا مثل الذي أنجزتموه أنتم هو دور الأسرة، ماذا كان كيف كان دور الأسرة في تحقيق هذا النجاح اليوم محمد لمين؟ دور الأسرة ينقسم إلى قسمين، كان تقديم دعم معنوي وتقديم دعم مادي. نعم، الدعم المعنوي معناه أنهم يأمنوا بقدراتك، يأمنوا بأنك تقدر تحقق هذه المرتبة، وهذا الإيمان بقدراتك يعطي لك ثقة بالنفس بأن، وهذه الثقة تساعدك في الامتحان، تساعدك في بزاف من الأشياء. والدعم المادي بيمكن عن طريق مثلا تسهيل الحصول على الكتب، تسهيل الحصول على الدروس إلى آخره. ما شاء الله. إيمان أو هاجر عفوا، عن دور الأسرة في هذا التتويج.
الأسرة تعتبر دور الأساس في حياة التلميذ خاصة في شهادة البكالوريا، حيث أن يعني الأم الأب الإخوة يخليوك تحس باللي مجهودك ما راحش يضيع هكاك، وأنه كان حاجة تستنى في نهاية العام وهي أنه تفرحهم، وهذا يبعث فيك الرغبة في المواصلة والاجتهاد والثقة في النفس. ما شاء الله. محمد لمين، بعيدا عن الدراسة، فيها هوايات، فيها ميولات للمحمد لمين؟ طبيعة الحال هو كل إنسان عنده ميولات وعنده هوايات. أي في تمارس ربما الرياضة أو في هوايات أخرى محمد لمين؟ مطالعة ربما؟ مارس رياضة ونحب المطالعة كذلك، خصوصا مطالعة الكتب الفلسفية. ما شاء الله. هاجر، ما هل فيه هوايات أخرى بعيدا عن الدراسة؟ بعيدا عن الدراسة أحيانا كنت أفضل أطلع على أحدث التطورات العلمية في خاصة في الدول الكبرى التكنولوجية. نعم، يعني هذا عن أخر. جيد. في اهتمام باللغة الإنجليزية من عندك هاجر، لأنه تعرف الدراسة في المدرسة العليا للنانو تكنولوجي ستكون بالإنجليزية. عندي يعني المعرفة كبيرة على الإنجليزية إلى حد. جيد. محمد الأمين، الإنجليزية طبيعة الحال اللغة الإنجليزية جيدة إلى درجة ما. ما شاء الله. في الأخير نخليكم كلمة أخيرة، نبدأ بك محمد الأمين مقران، كلمة أخيرة في هذا البلاطو. بخصوص الكلمة الأخيرة، يمكن أن تكون نصيحة لجميع الشباب أنهم يأمنوا بقدراتهم، أنهم يأمنوا بأنهم يقدروا يحققوا مثل هذه المراتب، وعندما يأمنوا بأنهم يقدروا يحققوا مثل هذه المراتب سوف يحققونها. جيد. هاجر، كلمة أخيرة. حبيت نوجه هذه الكلمة إلى المتمدرسين في جميع الأطوار من ذوي الهمم، يعني أولا وزارة التضامن بجميع فروعها تتكفل بجميع التلاميذ من ذوي الهمم من أي نوع من الإعاقات، سمعي، بصري، حركي. تتواجد عدة مؤسسات لتعليمهم في بشكل خاص وتأهيلهم للدخول في الوسط العام، لأن من ذوي الهمم يجدون صعوبة في التعامل مع الوسط العام. نعم. بحكم الإعاقة، يعني الخوف من آراء المجتمع. تلقيت أساتذة متربصين تخرجوا الدفعة الأولى لهذه السنة من المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم. نعم. يعني كانت كفاءة ما شاء الله باش يساعدوا أنه أي تلميذ من ذوي الهمم يجتهد ويقدر يحصل معدل يبقاه ويدخل في أي جامعة يتمنى. ما شاء الله، هذا نموذج يجب أن نحييه. بروفيسور، ذوي الهمم كثيرا ما يعطونا دروس في كل الميادين. نعم، وهو نموذج إيجابي داخل المجتمع الجزائري. نعم. يعزز روح التكامل وروح التضامن بين أفراد المجتمع الجزائري، وبالتالي أيضا هذا مكسب وطني، لأنه لا يوجد أي فرق ما بين الأشخاص السليمين وذوي الهمم، لأن المجتمع الجزائري له هذه المكتسبات الحياتية والشعبية التي تجعل المجتمع الجزائري كلحمة واحدة. لكن هنا أريد أن أشير إلى نقطة، سيد رئيس الجمهورية يوم 16 جويلية إعلان نتائج البكالوريا. نعم. هنأ الفائزين، لكنه سيارة. لم يغفل الذين أخفقوا. نعم. في الحصول على شهادة البكالوريا، وهو أكد على اهتمامهم وتشجيعهم إلى جانب الأجيال القادمة، لأنه حتى اليوم بحد ذاته يعتبر يوم مهم للغاية، لأنه يحفز الأجيال الناشئة سواء في الأطوار أو ربما الذين يتهيئون لمسابقة البكالوريا في 2025. نعم. أو في غيرهم الأطوار، لتحفيزهم بشكل مهم جدا للمنافسة وللرفع دائما من يعني مستواهم التعليمي، خاصة شنو يحققوا في أولمبياد الرياضيات، يعني تحصلنا على الميدالية الذهبية هذا العام. الذهبية. نعم. نعم. وهذا مؤشر مهم للغاية، قد يسمح دائما للجزائر أن تكون فاعلة في الكثير من المحافل الدولية، وهذا يشكل جزء من القوة الناعمة للدبلوماسية الجزائرية. نعم. بمثل ما نتحدث على الدبلوماسية الرياضية والرياضيين الذين
يشرفون الجزائر. أيضا نتحدث على هؤلاء اللوامع المهتمين بالمجالات العلمية المختلفة والذين يحرصون دائما على تشريف الجزائر. شكرا لك البروفيسور إدريس عطية، أنتم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على الحضور معنا. شكرا لك صديقي محمد لمينة مقران، الطالب المتفوق الأول في شهادة البكالوريا دورة جوان 2024. شكرا جزيلا لك على تشريفنا هنا في هذا البلاطو، وموفق في تكملة مسارك الدراسي إن شاء الله. هاجر شرقي، أنت المتفوقة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة، شكرا لك أيضا وبالتوفيق في تكملة المشوار بحول الله. شكرا لكم ضيوفي. هاجر قالت استمتع بما تعمل لتحقق ما تريد، شيء جميل. هناك مقولة لسيدنا علي كرم الله وجهه يقول: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ننتقل للملف. ننتقل إلى الملف. أين أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الأسبوع؟ أعلنت عن انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات في الخامس عشر من أوت الجاري. كان هناك أيضا بيان صادر عن السلطة أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تعلم المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بمجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. سنستفيض في النقاش مع ضيفي الدكتور اسماعيل خلف الله المحامي أستاذ القانون والعلاقات الدولية. مرحبا بكم أستاذ. مرحبا أستاذ، أحييك وحيي السادة المشاهدين الكرام. شكرا على تلبيتي دعوة. أيضا أكيد اطلعتم على بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أي ربما قواعد، على أي قوانين ارتكز هذا البيان الذي جاءت به السلطة الوطنية المستقلة أستاذ خلف الله؟ هو من المؤكد بأن اللجنة السلطة المستقلة للانتخابات هي استندت إلى القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، هذا القانون الذي جاء على خلفية التعديلات التي حدثت في دستور 2020. وهنا نركز على أن المشرع الجزائري يعني خطأ خطوة كبيرة في إعطاء هذه العملية، أعطاها حقها القانوني وحقها الدستوري. وبالتالي فنمشي أولا لأنشأ المحكمة الدستورية التي كانت عبارة عن مجلس دستوري، المجلس الدستوري الذي كان له صفة سياسية. اليوم نحن أمام محكمة مختصة، محكمة كما هو معلوم أن تشكيلتها تشكل من 12 عضو، 4 يعينهم رئيس الجمهورية، واثنين واحد يتعينه من المحكمة العليا، ثاني من المحكمة من مجلس الدولة، وستة ينتخبون من أهل الاختصاص. نعم. والأساتذة في القانون والقانون الدستوري. إذن فنحن أمام تشكيلة قضائية حقيقية، والتي بطبيعة الحال أن قراراتها هي قرارات نهائية. فالسلطة المستقلة للانتخابات من خلال هذا البيان استندت إلى هذا القانون. نعم. الذي يوضح بطبيعة الحال العملية برمتها، وخاصة في جانبها المالي وهي تمويل الحملة الانتخابية. فالسلطة يعني أنشأت لجنة لمراقبة عملية التمويل. هذه اللجنة أيضا التي نلحظ بأنها اللجنة مختصة، يعني في الحقيقة هي تتشكل من تشكيلة خماسية. أولا قاضي من المحكمة العليا وهو رئيسها، قاضي آخر من المجلس الأعلى للدولة، قاضي آخر من مجلس المحاسبة، وعضو في من اللجنة العليا للشفافية ومكافحة الفساد. وهي لجنة مستقلة أيضا أستاذ. هي لجنة مستقلة. نعم. هي مستقلة، والعضو الآخر هو ينتخب من ممثل لوزارة المالية. فإذن نحن أمام
يعني تشكيلة قضائية بالإضافة إلى خبراء. يعني احنا نعلم أن القضاء في القضاء العادي ولا القضاء الإداري نجد أن القاضي يستند إلى الخبرة ويستعين بالخبرة. نشوف في هذه التشكيلة أنها خبرتها داخل تشكيلتها، يعني أن الخبرة المالية هي داخل أعضاء هذه اللجنة. هذه اللجنة أيضا هي تنظر في عملية التمويل في هذه الحسابات، تدقق في هذه الحسابات، وبطبيعة الحال أنها تصدر قرار. هذا القرار ربما استسمحك أستاذ خلفنا نفتح قوس فقط، أذكر أن ملاكمتنا إيمان خليف فازت الآن على المنافسة التايلاندية وتتأهل إلى الدور النهائي. إذن إنجاز كبير للقفاز الجنة والتي كان لها ذيع وصيت على المستوى العالمي. اليوم إيمان خليف تبرز أن النهاية في الحلبة، النهاية بين هذه الحبال الأربعة لما تكون مقابل المنافسة بقفازها الجزائري، تتمكن من اجتياز هذه التايلاندية وتتأهل إلى الدور النهائي. إذن سنربط الاتصال بعد قليل بزملائي المتواجدين بالعاصمة الفرنسية باريس لتغطية هذا الحدث. أذكر أن القناة السادسة الشبابية تضمن تغطية مباشرة ومتواصلة من خلال نقل مجريات الفعاليات المختلفة في هذه الأولمبياد وأيضا بلاطوهات للتحليل. سنحاول أن ربط الاتصال بزملائي المتواجدين هناك، سواء بزميلتي سهيلة معلم أو دنيا حجاب هناك من العاصمة باريس. إذن الزميلة سهيلة معوش ستكون معنا إذن بعد قليل. نعم الزميلة سهيلة معوش ستكون معنا بعد قليل مباشرة من قاعة رولان غاروس أين تمكنت، أذكر ملاكمتنا إيمان خليف، من التأهل إلى الدور النهائي بجدارة واستحقاق، وهي ترفع العلم الجزائري في هذه الألعاب. نعم هي رمزية المكان ورمزية الزمان أيضا ورمزية كل ما حدث لإيمان خليف. الكل كان وراء إيمان خليف، من سيد رئيس الجمهورية الذي هنأها بعد اجتيازها الدور الماضي وتأهلها إلى الدور النصف النهائي. السيد رئيس الجمهورية كان قد أبرق إيمان خليف ب التهاني والتهاني المربوطة أيضا بشد أزرها في الدورة النصف النهائي، وها هي اليوم تتمكن من اجتياز منافستها التايلاندية وتتأهل إلى الدور النهائي، وبحول الله مضمونة الميدالية الفضية، وبحول الله ستجلب لنا الميدالية الذهبية، ذهبية نساء الجزائر. هن هكذا في كل مرة يبرزن أنهن قدر التحدي وقدر المسؤولية عبر تاريخ المرأة الجزائرية، حققت المستحيل وحققت ما لا. نعم إذن ستكون لنا أيضا تصريحات لإيمان خليف بعد قليل على المباشر. يجب أن نقف عند هذا الحدث لنبين أننا كلنا وراء إيمان خليف ووراء كل جزائرية وجزائري أينما كان. نذكر بعضنا بعض بهذه الحملة العالمية والتي شنت ضد إيمان خليف، اليوم تجيبهم بجواب بسيط جدا وتجعل الجميع، تجعل حتى من كان ينتقد وتجعله يصفق على إيمان خليف وعلى المرأة الجزائرية فوق الرينج فوق الحلبة بين هذه الحبال في أولمبياد باريس 2024 بعد كيليان مور والتي تحصلت على الميدالية الذهبية في منافسة الجامباز. سعدنا كلنا بهذه الميدالية، الميدالية الذهبية لكيليا نمور، وبحول الله سنسعد بميدالية ذهبية لإيمان خليف في النهائي والذي سنتابعه كلنا بشغف. الحمد لله ضمننا الميدالية الفضية على الأقل مع إيمان خليف والميدالية الذهبية مع كيليا نمور، و ننتظر أن تتوج بالذهب إيمان خليف بحول الله. إذن كنا نتابع الصور
إذن الصور كنا نتابع الصور صور هذا النزال الذي كان نزالا قويا، نزال مستوى بمستوى مرتفع كبير جدا. إذن المستوى كان مستوى كبير جدا في هذا النزال ما بين إيمان خليف وجان جيم سوانافينغ، أذكر هي مصنفة الثامنة عالميا، وكانت قد أقصت الملاكمة التركية المعروفة بوسيناس سورمينيلي. إذن تتويج آخر للجزائر بتأهل إيمان خليف إلى نهائي الملاكمة صنف إناث 66 كيلوغرام. ستصلنا بعد قليل تصريحات إيمان وأيضا أكثر تفاصيل مع زملائي من القسم الرياضي المتواجدون هناك في العاصمة باريس عبر قنوات التلفزيون الجزائري. إذن نعود إلى البلاطو. استسمحك أستاذ جوان، نفرح نعم في هكذا نعم مواقف نعم أستاذ خلف الله. نعود للحديث عن موضوعنا وعن هذه الضوابط التي اصدرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كنت تتحدث وقلت أن المرجعية هي نعم قانونية وهي القانون العضوي الخاص بالانتخابات. نتحدث الآن عن أهم الضوابط التي جاءت في هذا القانون أستاذ إسماعيل خلف الله. أولا نبارك للجزائر بهذا الفوز نعم وهذا الاستحقاق الذي حققته إيمان خليف، ورغم هذا الحملة الشرسة فلا يمكن أن تفوت يعني تفوت يعني هذه الفرصة. صحيح. وحقيقة هو العبارات والتصريحات وكل التوصيف يتوقف أمام هذا التحدي تحدي، وكانت في المستوى نتمنى أن تحقق التحدي الأقل ضمن نافذية نعم أستاذ خلف الله. نعم ما زلنا نتطلع لهذه الذهبية. نرجع للموضوع نعم نقول بأن قلنا بأن السلطة المستقلة تستند إلى هذا القانون العضوي المتعلق بالانتخابات اللي جاء في 2021 الذي أعطى يعني درجة كبيرة للمترشح نعم في من خلال أولا عندما الراغب في الترشح عندي يقدم ملفه وما يستوجبه هذا القانون نعم إلى السلطة المستقلة. السلطة المستقلة تدقق في هذا الملف وهي من تحدد هذه القائمة. هذا الراغب في المترشح له في الترشيح له جهة أخرى يتظلم صحيح أمامها، وهذا في الحقيقة هذا يعني مكسب آخر وهي المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية التي تفصل في هذه القائمة وقرارها يكون قرار نهائي. هذا في قضية يعني القائمة النهائية التي واليوم نحن أمام ثلاث فرسان نعم بطبيعة الحال هؤلاء الفرسان الذين يستندون إلى قواعد شعبية بطبيعة الحال ويمثلون عائلات سياسية بكل نعم وضوح، يمثلون شرائح في تمثل يعني المكون الجزائري. واليوم نحن على أبواب بداية الحملة الانتخابية اللي نعم أنها كما حددها القانون أنها تبدأ يعني بداية من 23 يوم قبل نعم قبل الاستحقاق الرئاسي قبل يوم الاقتراع نعم. معنى ذلك أن عندنا 21 يوم للحملة الانتخابية تتوقف ثلاث أيام ما يسمى بالصمت الانتخابي، ثم يكون يوم الاقتراع وهو 7 سبتمبر. الحملة الانتخابية كما أشرنا قلنا بأنها أن السلطة المستقلة أنشأت أو القانون أنشأ لجنة مستقلة أخرى نعم التي هي لتقوم بعملية المراقبة والتدقيق في هذه الحسابات. هذه الشروط التي وضعها ربما هو أهم شيء التمويل، كنا قد شهدنا ربما نعم عديد من التجاوزات في الماضي أستاذ خلف الله في قضية التمويل. هذه نقطة مهمة نعم لأن المشرع هنا المشرع الجزائري جاء ليحارب ويضع حد للمال الفاسد نعم وهذه حتى تكون فرصة أمام هؤلاء. يعني معنى ذلك أن اليوم كنشوف المترشحين ثلاثة القانون يعطيهم يعني فيه تعادل نعم في فرص قضية فرص نعم وقضية تمويل. نشوفه باللي أن القانون يلزم المترشح بأن يكون له حساب خاص، يفتح حساب خاص للعملية الانتخابية ويعين أيضا أمين مالي أمين المال هذا الذي هو يقوم بكل
يكون هو الوسيط بين في عملية هذه المصاريف كل هذا، ثم أيضا وفي الأخير تجمع كل هذا في حساب، هذا الحساب يقدم إلى عن طريق المحافظ محافظ الحسابات لهذه اللجنة، هذه اللجنة التي ترى وتدقق في هذا الحساب، ربما تصادق عليه مباشرة أو تعدله أو تلغيه. وعندها القانون أعطاها مهلة 6 أشهر حتى يعني هذا المجال دراسة هذا الملف، عندها مجال 6 أشهر وتصدر قرارها. المترشح له الحق، يعني له الحق في الطعن. أمام ماذا؟ أمام يطعن أمام المحكمة الدستورية، وأعطى له أجال نتاع 30 يوم، شهر يعني من يوم أن يتم تبليغه من طرف هذه اللجنة. عنده أجال شهر حتى يقدم طعنه أمام المحكمة الدستورية. ونعاود نرجع للمحكمة الدستورية التي قلنا بأنها جهة قضائية بضامنة. أستاذ، تم تحديد هذه المرة في هذا البيان تحديد المداخيل الخاصة بالحملة الانتخابية. أعددها، هي مساهمة الأحزاب السياسية، المساهمات الشخصية له، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود 600,000 دينار كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي، وكل هبة يتجاوز مبلغها 1,000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الصك أو تحويل الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. أستاذ، هنا المشرع الجزائري حدد الجهات التي تستطيع أن تمول هذه الحملة. وذكرت يعني أن الأحزاب بحكم يعني مداخلها ومن الاشتراكات ومن أو الهبة التي حدد مبلغها، يعني الشخص الطبيعي لا يستطيع أن يقدم في، احنا نتكلم على الانتخابات الرئاسية، 60 مليون سنتيم. معنى ذلك أن هذا الشخص لا يستطيع أن يقدم للمترشح أو في هذا الحساب الحملة أكثر من 60 مليون، يعني عنده 60 للشخص الواحد. والحملة ككل لا يمكن أن يتم تتجاوز 12 مليار سنتيم. يعني هذا حتى يعني حد أقصى وحددها القانون في 12 مليون سنتيم في الدور. 120 مليون سنتيم يعني 120 مليون دينار. معناتها يعني مليار 12 مليار سنتيم. 12 مليار سنتيم في الدور الأول. في الدور الثاني تطلع بزوج ملايير، تولي 14 مليار سنتيم. إذن فنعتقد بأن اليوم القانون قد أحاط بسياج أبعد كل هذا المال الفاسد. أبعد يعني هذا ربما الذي يكون أمامه رجال أعمال وكذا والطرأ ومرشح آخر لا يمكن أن يتحقق له هذا، فهذه غير، نحن أمام يعني عملية غير عادلة. وبالتالي فالمشرع اليوم حدد هذه الأطر حتى تكون المساواة، ويستطيع هذا المترشح يعني 12 مليار احنا نشوف فيها بلي 12 مليار راهي عدد قيمة كافية لأن يقوم يعني تكون يعني أن تغطي مصاريف. نحن نعلم حقيقة أن الجزائر اليوم قارة. والتحركات تتطلب والقاعات وكل هذا، ولكن هناك جالية أيضا في الخارج والجالية. ولكن شوف اللي 12 مليار هي عد رقم معقول. يمكن أن يغطي هذه المصاريف. جيد أستاذ، كل ما قلنا وكل هذه الضوابط الخاصة بالحملة الانتخابية من جانبها المالي تدخل في أخلاقة الحياة السياسية أستاذ؟ بكل تأكيد، وهذه أخلاقة العمل السياسي ووضع إطار يكون عادلا أمام هؤلاء المترشحين. أيضا جيد أستاذ، سأسمحك أنتقل الآن مباشرة إلى قاعة رولان جاروس بفرنسا وتصريح البطلة إيمان خليف، نتابع. إن شاء الله نقول لهم ما تقلقوش عليا، راني هنايا إن شاء الله، راني مركز أنا والفريق تاعي، إن شاء الله نركزوا كما يلزم الحال على بالك بلي نهائي أولمبياد هو حجم كبير وكبير جدا، إن شاء الله نكونوا في المستوى ونقدموا كل ما علينا. وعلى بالي باللي الشعب الجزائري كامل راه يشاهد في المنازله تقريبا مثل كره القدم، هذا الشيء اللي عجبني. الرد كل فوق الحلبه، اكيد الرد دائما فوق الحلبه. ان شاء الله نكون مستعده للمنازله النهائيه في احسن
احسن حال ونكون مركزه جيدا لهذه المنازله. شكون الجزائري اللي ساندوك اليوم؟ نوجه شكري الخاص للجاليه الجزائريه، اليوم فوجئت بكل صراحه القاعه ممتلئه، عالم الجزائري في كل مكان، هذا الشيء اللي زادني تحفيز، زادني قوه، زادني دعم كبير. نشكر الجاليه الجزائريه جزيل الشكر، نشكر الشعب الجزائري. خرج اليوم ايمن، خرج الشارع اكيد، هذا الشيء مليح، فرحت بزاف وراني فرحانه. نوجه شكري لهم وان شاء الله نفرحهم ونزيد نفرحهم. و انتو تريفي لا فيترين تاع الجزائر اللي راهي سوبورت بيان. وي دونك واش راني نشوف كما كنت تسمعوا قسما راهي تدوي في المدرجات. الشعب الجزائري معروف بالمسانده والدعم والتشجيع. والله تعجزوا اللي يعجز اللسان عن التعبير، مانيش قاده واش نهضر، انا راني تعبان اذا تسمحوا لي الرياح. شكرا لكم وتحيه الجزائر. اذا كما كنا نتابع على المباشر تصريح الملاكمه ايمان خليف والتي تاهلت الى المنازله النهائيه في اولمبياد باريس 2024. كنا على المباشر من قاعه رولان جاروس ب باريس الفرنسية، تابعنا هذه التصريحات الخاصة بإيمان خليف وشكر لها لكل الشعب الجزائري بمن فيهم الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وخاصة بفرنسا والتي ملأت القاعة وكانت سندا لإيمان خليف. إذن يمكننا متابعة أكثر تفاصيل حول هذا التتويج في مواعيد مقبلة وفي قناتنا السادسة الشبابية كما ذكرت، التي تضمن التحليل والنقاش الخاص بكل ما يجري هناك في أولمبياد 2024. أستاذ خلف الله، نعود إلى موضوعنا. كنا نتحدث بأن كل هذه الضوابط تدخل في أخلاقة الحياة السياسية. هذا بكل تأكيد، يعني هذا العمل كهذا الإحاطة هي لتحقيق هذا الهدف وهو أخلاقة العمل السياسي، إعطاء فرصة معادلة لكل مترشح وإبعاد المال الفاسد ويعني جعل العملية شفافة، فهذا المراحل تظلم ويعني التقديم هذه التظلمات نعتقد بأنها فرص يعني تعطى للمترشح لكي يقدم طعنه، أو حتى ربما قلنا حتى هذه اللجنة المختصة في مراقبة العملية المالية يعني يستطيع أن يطعن في أمام المحكمة السورية. أنت أستاذ أكدت على قضية أن الحساب المالي، الحساب البنكي، هذا أن المشرع ألزم أن المترشح أنه 100,000 يعني 1,000 دينار جزائري يجب أن تكون عبر الحساب البنكي، وهذا لتكون الصورة واضحة بشفافية عملية مكشوفة. حساب يعني ونشوفه من المختصين، يعني المحافظ للحسابات ثم تمشي اللجنة، هذه اللجنة المختصة، فنعتقد أنها غربال وراء غربال، يعطينا عملية شفافة نتطلع نحن اليوم. الجزائر اليوم تخلق تجربة، نستطيع أن نقول اليوم أن شعوب أخرى اليوم تنظر إلى هذه العملية بكل احترام وبكل اقتدار. جيد أستاذ، نذكر فقط أن النائب العام ومجلس قضاء العاصمة كان قد أصدر بيان خاص ب 68 متهما في شراء الذمم. نعم. في للراغبين بالترشح، وضع تحت الرقابة القضائية 3 راغبين في الترشح وخاصة بشراء بعض المواطنين في الإمضاءات الخاصة بالاستمارات الفردية، يعني في صرامة قانونية هذه المرة. لم نتعود على هكذا ربما أجواء قبيل الحملة الانتخابية. أعتقد بأن النيابة أستسمحك أستاذ مادي مع الحدث إلى زميلتي سهيلة معوش مباشرة من رولان جاروس بفرنسا، قاعة رولان جاروس، معها الظاهر مدرب إيمان. وإيمان أيضا إليك الخط زميلتي سهيلة. مساء الخير سيد أحمد لك ولمتابعة التلفزيون الجزائري. إذن اليوم يوم الجزائر بطبيعة الحال بانتصار إيمان خليف على كل ما مرت به هنا بباريس، والآن تمر إلى المشهد الختامي وهي منتصرة وحاملة الراية الوطنية على عاتقها ومسؤولية شعب ساندها هنا بالمدرجات. أجواء رائعة جدا سيد أحمد صنعها هؤلاء الجالية الجزائرية التي أتت من كل حدب وصوب من أجل مساندة
هذه الفذة الجزائرية. أترك الكلمة لإيمان خليف للتعبير عن شعورها وهي تمر إلى المشهد الختامي وتضمن الميدالية الفضية على الأقل ولملا الذهبية وتسمع قسما في سماء باريس. إليك إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل اللي وفقني في هذه المنازلة. هذا الفوز نهدي كامل الشعب الجزائري اللي ساندني من بداية حتى النهاية، كامل الجالية الجزائرية، حتى رئيس الجمهورية اللي دعمني هو شخصيا ويعرفني شخصيا ويتحدث معي شخصيا، نشكره جزيل الشكر. كذلك حبيت نوجه تحية لعائلتي الكريمة، عائلة خليف، أمي نوجه لها هذا، نهدي لها هذا الفوز، الأب تاعي نهدي له هذا الفوز، كل عائلة، قريتي الصغيرة، ولاية تيارت. أنا سعيدة جدا بهذا الفوز. أكيد كما تعلمون أنه الملاكمة هي من الرياضات الأولى في الأولمبياد، وباش تكون في نهائي في أولمبياد وفي رياضة ملاكمة ماهوش سهل. أنتم تشوفوا أن الملاكمة تبدأ تقريبا منافسة 20 يوم وهي المنافسة تجرى، وهذا الشيء اللي يبين قيمة هذا الرياضة. أنا فخورة جدا كوني ضمن النهائي في أولمبياد في رياضة الملاكمة. أكيد أنا سعيدة جدا، والله يعجز اللسان عن التعبير عن هذا الفوز. أنا سعيدة جدا، المدربين سعداء، المدرب تاعي منذ صغر تاعي محمد شعوال اللي مازالوا معايا راهو فرحان، راهو الفرحة تاعو مش قادر يتحكم فيها. المدرب المحنك بيدرو اللي قدم كثير وكثير لهذا الإنجاز. كامل الناس هنالك أكيد رجال ونساء خفاء يعملون، وجههم كذلك تحية بلا ما ننسى. خلي الشعب دروك يخرج ويزها، أكيد احنا نستاهلوا الفرحة هذه. إيمان أبهرتي الجميع، وأيضا أقول برهنتي يعني أن المرأة الجزائرية فذة، أن المرأة الجزائرية أينما حلت وارتحلت يعني تبين أنها حاضرة في كل مكان رغم كل العراقيل، رغم كل الصعوبات التي مررت بها هنا. أكيد أنا عندي حاجة واحدة اللي نقدر نقولها، أنه كي نتفكر بلادي يلزم ويتوجب عليا أني نقدم كل ما عليا لأنه بلادي. والله راني فرحانة بزاف، ما قدرش واش نقول في الكلمات. إن شاء الله ربي يوفقني في المنازلة النهائية، نروح نركز وندرسوا الخصم كما يلزم الحال. إن شاء الله كذلك نرتاح قليلا بعد هذه المنازلة، تقريبا 3 أيام والنهائي يكون إن شاء الله يوم 9 أوت. إن شاء الله نكون في المستوى ونقدم كذلك أداء مذهل. نظن أن الأداء اللي قدمته اليوم كان خرافي، أداء يبين المرأة المناضلة والمرأة الملاكمة، المرأة الموهوبة. أنا أعتبر نفسي أني موهوبة، والموهبة تاعي هي اللي خلتني يكون هنا. يا شكرا لكم، وانتم كذلك الصحافة. شكرا. ثم كذلك الصحافة، يعطيكم الصحة، راكم ربي يخليكم. نعم شكرا إيمان، وبالتوفيق لك في النهائي. ومعنا أيضا مدرب إيمان خليفة الذي كان له أيضا الدور الفعال في كل ما حققته في هذه الدورة، دورة باريس 2024. خليني نحكي مع المدرب محمد شعوة، كيف تجاوزتم كل الضغوطات التي تعرضت لها إيمان؟ أكيد أنه الجانب النفسي لعب دور كبير منكم كطاقم فني. أكيد الأولمبياد معروفة بصعوبة تاعها، وما زاد شيء صعوبة هذه الحملة اللي تعرضت لها إيمان من طرف الاتحاد الدولي السابق. كانت إيمان تحت ضغط نفسي رهيب، وخاصة بالأمس كي سمعت باللي رايحين يديروا مؤتمر صحفي. الحمد لله المؤتمر بين باللي النوايا سيئة تاعهم هذو الاتحاد الدولي، وحنا فرحنا وفرحنا الشعب الجزائري وتغلبنا على هذه بفضل الطاقم الطبي اللي راه متواجد حاليا في القرية الأولمبية، على رأسهم السيدة شويطر والأخصائية النفسية الأخت كريمة اللي خدمت معها كثير، خدمت معها أكثر من 4 نعم. ابقى معنا ايضا، المدرب بيدرو دياز. اكيد هو الآخر كان من ضمن الطاقم الفني سيد أحمد وساهم في هذا الإنجاز التاريخي للملاكمة النسوية. سيد الكريم، من الجهة الفنية كيف عملتم من أجل إيصال إيمان خليف إلى المشهد الختامي؟
مهمه لا بيدرو لا يتكلم يتكلم اللغه الاسبانيه اوكي يور اوبينيون اند ذيس ان ذيس ان ذا ايمان خليف 1 2 3 بيوارانيلي نعم إذن نعم إذن إيمان خليف تصل إلى المشهد الختامي بطبيعة الحال وتثبت جدارتها في هذا أو في هذا المحفل الأولمبي وتقول أن الجزائر هنا ونحن هنا والجالية الجزائرية بدورها كانت المساند الفعال لإيمان خليف من أجل الدخول التاريخي في هذه الطبعة سيد أحمد. شكرا لك سهيلة معوش، كنت معنا على المباشر من قاعة رولان جاروس بباريس بعد مباشرة بعد تتويج إيمان خليف بهذا نصف النهائي وتأهلها إلى نهائي الملاكمة في هذه الأولمبياد. كما قالت إيمان خليف الملاكمة واحدة من التخصصات المهمة في أي أولمبياد، واليوم حصلنا على الأقل على الميدالية الفضية ولما لا على الميدالية الذهبية. شكرا لك زميلتي سهيلة معوش ولكل فريق تلفزيون الجزائر الذي يضمن تغطية مباشرة ومتواصلة من عين الحدث. نعود إلى البلاطو أستاذ إسماعيل خلف الله، كنا نتحدث أننا لم نتعود على هكذا أجواء وهكذا حزم من طرف آلة القضاء وآلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضمانا لنزاهة وشفافية هذا الحدث. بكل تأكيد، وهو كما قلنا بأن المحكمة الدستورية اليوم هي تعيش أول تجربة لها في هذه العملية الانتخابية. أيضا نلحظ أيضا أن النيابة العامة لم تنتظر يعني وكانت حازمة وحاسمة وفي الوقت أنها تابعت هذه وحركت الدعوة العمومية في حق هذه الانتهاكات اللي تنتهك القانون، هذا القانون المنظم للانتخابات فيما يتعلق سواء بالاستمارات سواء بشراء الذمم، وهذا يعني لإغلاق باب هذا المال الفاسد، هذه العملية الفاسدة، هذا العمل الذي هذا الغش الذي أفسد الناخب وأفسد المترشح وأفسد المنظومة ككل. صحيح. وبالتالي نقول بأن النيابة العامة اليوم تقوم بدورها حقيقة في هذه المتابعات، وبطبيعة الحال هي اليوم هذه المتابعات هي الاتهام يوجه لهؤلاء وسوف يعرضون على المحكمة والمحكمة ستنظر وسيكون لهم دفاع ويقدمون دفعاتهم. نعم. فهذه كلها يعني أمام القضاء العادل. نعم جاي. شكرا لك دكتور إسماعيل خلف الله المحامي والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، شكرا لكم. شكرا على الحضور وعلى هذه الإفاضة. فاصل قصير يلقاكم بعدها زميلي سليم حمادي في الملف الدولي. قبل البداية زميلي سليم حمادي أذكر فقط أن السيد رئيس الجمهورية وعبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي هنأ الآن الملاكمة إيمان خليف، حيث جاء في منشور السيد رئيس الجمهورية: شكرا إيمان خليف على إسعادك كل الجزائريين بهذا التأهل القوي والرائع للنهائي، الأهم قد تحقق وبحول الله التتويج بالذهب، كل الجزائريين والجزائريات معك. انتهى منشور السيد رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي هنأ فيه الملاكمة إيمان خليف بتأهلها إلى النهائي. نعود إلى الملف الدولي ونعود إليك زميلي سليم حمادي.
تحية لك سيد أحمد، تحية لكم مشاهدينا الأكارم، وأهلا بكم في الفقرة الدولية التي تأتيكم من برنامج الجزائر مباشر هذه الليلة، والتي نواصل فيها تغطية جرائم الكيان الصهيوني وقرار حركة المقاومة الإسلامية حماس بتعيين يحيى السنوار خلفا للشهيد للشهيد إسماعيل هنية الذي اقتله الكيان الصهيوني في العاصمة طهران الأسبوع الفارط، حيث أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار ليكون رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران قبل نحو أسبوع. هذا ويعتبر الكيان الصهيوني مهندس عملية طوفان الكيان الصهيوني السنوار مهندس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الفارط، والتي كبدته خسائر بشرية وعسكرية فادحة، وهزت صورة أجهزته الاستخباراتية والأمنية أمام العالم. وللتفصيل أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف هنا في الأستوديو الدكتور مولاي بومجروت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور مولاي. أهلا وسهلا، تحية لكم أستاذ سليم المشاهدين الكرام وللضيوف الأكارم. تحية لك. كما أتشرف باستضافة البروفيسور حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من كاليفورنيا عبر خدمة أسكايب. مرحبا بك بروفيسور حمود. مرحبا الأخ سليم، وتحياتي لدكتورنا بالاستوديو. أبدأ معك دكتور مولاي. فجأة خرجت حركة حماس لتعلن أن يحيى السنوار الذي يقود عمليات عسكرية شعواء ضد الكيان الصهيوني تحت الأنفاق فوق الأنفاق في كل مكان في قطاع غزة في جنين وفي كل مكان، يعني هل فاجأت الحركة العالم وفاجأت الكيان الصهيوني تحديدا؟ أكيد، يعني في الحقيقة الاختيار له دلالات رمزية قوية جدا من طرف أعضاء الحركة، يعني اختاروا رجل الميدان يعني وهو مهندس كما سبق ذكرت، يعني مهندس هجمات 7 أكتوبر، وهو الذي أرعب الكيان الصهيوني، أدخل الرعب إلى هذا الكيان المصطنع يعني، وقام بكل هذه العمليات. ولحد الآن إسرائيل يعني تعتبر، والكيان الصهيوني يعتبر يحيى السنوار رقم واحد، مطلوب رقم واحد في الحركة وفي كل يعني جبهة المقاومة. الآن يحيى السنوار خاصة لا ننسى أنه كذلك المهندس العلاقات مع محور المقاومة، سواء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو مع حزب الله أو مع أنصار الله، يعني فمعروف أنه يحيى السنوار هو مهندس هذه العلاقات، وهو الذي عمل جاهدا على جلب المساعدات وعلى التدريبات والدعم اللوجستي والدعم المادي والدعم العسكري الذي حظيت به حركة المقاومة، كان كله بفضل العلاقات الوطيدة وبالتحركات التي قام بها يحيى السنوار. فيحيى السنوار شخصية معروفة، شخصية ميدانية، شخصية سياسية، كاريزما قوية. الآن يعني الدلالة أنه هذا المطلوب لدى الكيان الصهيوني، فهو الذي يصبح رئيس الحركة، لأنه في الحقيقة مشروع رئيس الحركة في المقاومة هو مشروع شهيد يعني. فحركات المقاومة لديها خزان بشري كبير جدا، فكلما يستشهد قائد إلا وفيه آلاف القادة المستعدون هم لتولي القيادة وللاستشهاد في سبيل الله. وبالتالي بالنسبة لحركة المقاومة الشهادة خيار وليست رهان، وبالتالي فيعتبرون أي قائد فهو مشروع شهيد. لذا فيحيى السنوار الذي هو مطلوب لدى الكيان الصهيوني، والذي عمل جاهدا طيلة هذه الأشهر وأعجزه أن يلقي قبض عليه أو أن يغتاله هو ومحمد الضيف، بقي حجر عثرة أمام الكيان الصهيوني. لذا الانتقام من الكيان الصهيوني من زعيم الحركة إسماعيل هنية الذي كان متاحا في الحقيقة وليس نصرا عسكريا، لأنه إسماعيل هنية كان موجود وكان يحضر كل اللقاءات وكان مبرمج اغتياله حتى في تركيا يعني قبل إيران. طيب دعني أنقل السؤال إلى البروفيسور حمود صالحي في كاليفورنيا. بروفيسور حمود، يحيى السنوار يعني تعيينه على رأس حركة حماس أو المكتب السياسي لحركة حماس، هناك من اعتبره هو عقوبة من الحركة للكيان الصهيوني الذي ظن باغتياله هنية أنه سيتخلص، كما قال بين قوسين أنه كان يقف حجر كؤود أمام المفاوضات أو أمام شروط الكيان، وهناك من اعتبره أنه يعني الرأي الصائب الذي يجب أن تختاره، الاختيار الصائب للحركة، وهناك من يعتبر أن اختيار يحيى السنوار ما هو إلا الحل لأن هذا الكيان الجبان الغبي لا يفهم إلا بالقوة. دعني أسألك الآن يعني بتعيين السنوار، ما هي الرسالة إلى الخارج وكيف تلقفتها أو تلقتها واشنطن؟
ملاحظة بسيطة، لا ننسى أن هذا خيار فلسطيني من طرف المقاومة، مقاومة حماس، وكان قرار حسب ما سمعناه من قادة حماس بالإجماع. فكل الادعاءات والأحاديث الأخرى لا تعتبر مهمة، لكن في الواقع رسالة جيدة تثبت أن المقاومة أصبحت أو ما زالت مستمرة، وأن غزة ما يجري في غزة مهم جدا، وأن الكلام والحديث عن المفاوضات وما تتحدث به إسرائيل، مرة تريد التفاوض مرة أخرى، كل الآن أصبح مفهوم من طرف المقاومة، وأن أنه ينتظر من الكيان الصهيوني أن يقوم باتخاذ المفاوضات بجدية. فنرى عندما ننظر إلى تصريحات وفي الخارج ما زالت الصورة القديمة، وهي الاعتقاد بأن هذا الرجل المناضل اسمه ملطخ بما يسموه الإرهاب. أيضا هناك حديث على أن هناك استمرار وهذا رد فعل لما قامت به الكيان الإسرائيلي، وبالتالي يعتبر بأنه عقوبة لإسرائيل ورد للكيان الصهيوني، واحتمال الوصول إلى حل المفاوضات أصبح أبعد من ذلك. والغريب في الأمر أن هذه التصريحات أيضا تأتي وراء بعض الأحاديث والتقارير التي أصبحنا نسمعها من أناس أساتذة ومراكز الفكر المعروفة بمصداقيتها، التي أصبحت تنظر إلى إسرائيل من جانب آخر، ويعتقدون أن التصعيد الذي تقوم به والاغتيالات التي تقوم بها قامت بها أخيرا هو شهادة بأن إسرائيل تقوم بهذه الأعمال ليس من بقع القوة، وإنما من بقع الخوف. فاستدراج الولايات المتحدة، وهذا ما كتبت فورين أفيرس هذا الأسبوع، فهذا يجري وراء هذه الخلفية، وهذا التعيين بالنسبة إليهم تعيين آخر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار. وجاء رد فعل لما يقوم به الكيان الصهيوني من إبادة وعدم اتخاذ المفاوضات بجدية. طيب بروفيسور، طيب دكتور بومجوط، يعني بالإضافة إلى هذا التعيين القاسي جدا على قلوب الصهاينة وكل من يحالفونهم، أيضا هناك عمليات مركبة وقاسية وأكثر قسوة داخل قطاع غزة، عمليات نوعية كما ونوعا تصاعدت بشكل ملفت جدا للانتباه، حتى أن الصحافة العبرية دخلت في دوامة من التفسيرات والتحليلات. يعني التوقيت لماذا ولماذا وصلت إلى جنين؟ هل هو إذن بمرحلة جديدة من المقاومة؟ أكيد المقاومة تتحرك بشكل قوي، يعني الآن من وحدة الساحات إلى وحدة الجبهات، يعني انتقل يعني الرعب إلى داخل الكيان. شفنا العملية الفدائية بالأمس في تل أبيب، شفنا كذلك التحركات في جنين، المقاومين جنين معروفة، جنين بقوة المقاومة حتى يعني مصنفة في الخانة الحمراء لدى الكيان الصهيوني. كذلك العمليات التي الآن تقوم بها المقاومة والقصف، يعني عن طريق القصف الصاروخي يعني مستوطنات ديروت، يعني بعد يعني قرابة يعني 8 أشهر أو 9 أشهر. يعني رغم ذلك لم يثني المقاومة الفلسطينية، رغم هذا العدوان القاسي، لم يثنيها عن يعني إطلاق الصواريخ، ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ، وهذه في الحقيقة تحدي صارخ لدى الكيان الصهيوني. كذلك حتى نوعية القتلى من الكيان الصهيوني فيه ألوية هذه الأيام، سقطت يعني قتل لواءين من
من أقوى الألوية اللي في داخل القوات الصهيونية، وبالتالي فيه دليل على أن المقاومة متصاعدة، وأن المراهنة التي كانت تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ومنح الوقت للكيان الصهيوني من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية حتى يقضي على المقاومة كلها باءت بالفشل. من المقاومة ننتقل إلى نقطة المفاوضات في سؤال أخير للبروفيسور حمود صالحي. بروفيسور بايدن قبل ساعتين من الآن قال بأنه حان الوقت لإتمام الاتفاق، وهو يقصد يعني المفاوضات. يعني ما الذي تغير في مجريات المفاوضات، وما الذي تغير آنيا حتى يخرج بايدن فجأة بين قوسين ليعلن عن ضرورة التوصل إلى اتفاق؟ والله موقف في تحليل، والتحليل الواضح أنه اليوم تم تعيين نائب الرئيس أو هاريس، عينت وولتز والذي له ميول نحو الاتجاه اليساري أو التقدمي في إيديولوجيات الولايات المتحدة. هذا الموقف اعتبره البعض بأنه رسالة موحدة أو رسالة إلى القاعدة الديمقراطية التي أصبحت تهتم وتنظر كثيرا لما يجري بغزة. فاختيار مثل هذا الشخص، وخاصة النداءات التي كانت ضد مرشحين آخرين معروفون جيدا بصهاينتهم، خاصة في ظل ذلك، فإن التعيين تريد أن يترجم بأنه تعيين سيؤدي إلى نوع من التغيير في الموقف الأمريكي فيما يخص غزة، وذلك بحكم الحسابات التي يوليها الحزب الديمقراطي للناخبين في عدة مناطق، وبالأحرى ميشيغان ومناطق أخرى، حيث هناك العرب الأمريكيين والمسلمين أثبتوا مرارا بأنهم لن يصوتوا ضد أي مرشح في حالة استمرار هذه الإبادة الجماعية ضد الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة. فبالتالي هذه أحد التحليل. التحليل الثاني هو أن بايدن ربما اقتنع بأن يجب عليه أن يحل هذه المشكلة حتى يصلح أو يعطي نوع من التنفس أو النفس أو لهاريس عندما تصل إلى الحكم. بمعنى آخر، قد يعتبر هذا الوجود إلى الوصول إلى حل سيساعد في إثباته كرئيس جاد ونال إنجازات في هذا المجال. فالتحاليل كلها ممكنة الأخ سليم، لكن الواقع هو أن بايدن يتحدث ولا يفعل. الولايات المتحدة من جهة تتخذ مواقف دائما معروفة بولائها اللامشروط لإسرائيل، فمن هو بايدن؟ هل كما قلت سابقا، من نصدق؟ هل بايدن الذي قال لإسرائيل أنا معك ويقف اليوم ضد معها في الرد على أو في ما قد يعرف ب وصلت الرسالة بروفيسور حبود صالحي. دكتور بومجروت في عجالة في أقل من دقيقة، جبهة الشمال على كف عفريت، هل نحن على حافة الهاوية حرب إقليمية أم أن هناك المزيد من العقل الاستراتيجي أو العقل الاستراتيجي؟ في الحقيقة يريد كيان صهيوني استدراج المنطقة إلى حرب يعني إقليمية شاملة، نظرا لأنه هو الخاسر في معركة غزة الآن، يريد إشعال جميع الجبهات، لكن ليست هذا في صالحه. هو ليست في صالح بطبيعة الحال، لأنه في الحقيقة جبهة شمال جبهة قوية، شفنا اليوم قصف نهاريا وعكا في رسالة واضحة، بالإضافة إلى توعد يعني قائد حزب الله حسن نصر الله اليوم بأن الثأر قادم وبقوة، يعني سوف يضرب بقوة. كذلك إيران هددت بذلك، و هذا دليل على أنه حتى عملية الانتظار التي يعيشها الكيان الصهيوني يعيش في رعب، خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي، تعطيل كامل الاقتصاد، هروب جماعي 500,000 يعني لحد الآن هاجروا، ما فيش عودة للكيان الصهيوني، الخسائر الأمريكية بالملايين دولارات، وكذلك خسارة البورصة الأمريكية ب 2.5 تريليون دولار. هو دليل على أنه هذا الانتظار أصعب من الرد، والرد سوف يأتي ويأتي حازما، والكيان على
أعصابه عدة دقائق والثواني. دكتور مولي أبو مجرود شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كما أشكر البروفيسور حمود صالحي أستاذ العلاقات العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة كاليفورنيا الذي حضر معنا عبر خدمة سكايب من كاليفورنيا. مشاهدينا الأكارم الشكر موصول لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والعودة إليك سيد أحمد. شكرا سليم، ختام البرنامج، إلى اللقاء.